احسن خبر، احسن خبر حصلته. الله يحفظيك، الله يحفظيك، انا فرحان. مش معقول عبد الرزاق. قدي 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 عبد الرزاق، معي لك هون خبر اليوم مليح فري نايس يا عبد الرزاق. مش وقت الخبر الحلو معانا، احنا خبر مش حلو لك. حلو يا سلام، خبر حلو، خبر مش حلو. نبيزة كنت تكلموك. ما اقدرش اتكلم، كلموا انت يا امين. يا سلام، يتعاذموا. عبد الرزاق ابوك رزق وامي سهام. انا عارف المعلومات، في حاجه جديد يعني ايش في؟ مالك يا قد؟ قد قد ابوك اتكلم قد يا قد. يا عبد الرزاق ابوك رزق. لا مش معقول، انا داري في ايش. ابوك رزق مات في الهند. عبد الله اقرق. أبي رزق مات. أبوك رزق مات. تكلمني. هذا زرق الله يرحمه زائر الهند ودق لي، قال لي أنا زائر إلى الهند وعرفته على عائلتي، ولكن على مهد الصدفة زاء عندما كانت هناك مسابقة الحمير، ورأسه ألف سيف يريد أن يشارك في هذه المسابقة، وكنت لا أريد أن أضع أي شيء في نفسي فشاركت اسمه. ركب أقوى حمير في الهند وكان سوف يفوز، ولكنه سقط والحمار داس عليه داسة كبيرة. حمار واحد اللي دعسوه؟ لا، حمار ريزة مثل أخي سمار، كان مثل سقفه وسقفه. يعني السارعين مروعين. الله يرحمك. الله يرحمك، الله يرحمك يا رزق ويغفر لك. الله كتب له حسن الختام. حسن الختام؟ يقول لك حمير دعس مزارعين راجعين، زارعين راجعين، ما عاد من حسن ختام هذه. الله يرحمه.